السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رق السواد عبر قناة الأيام الفضائية. على مدار أكثر من سنتين، يعني تقريبا في 2020 الشهر السادس أو الخامس بدأ برنامج أرض السواد. تناول العديد من الحلقات، حلقات ميدانية أو حلقات استوديو. رحنا الكثير من المحافظات العراقية، البصرة، ذي قار، ميسان، السماوة، وسط بابل، كربلاء، أكيد العاصمة بغداد، ديالة، صلاح الدين، حتى الأنبار. وأيضا عندنا مشاريع للوصول إلى محافظات عديدة وكثيرة. تكلمنا بهموم الفلاح بهذه السنوات، من موضوع قلة مياه، من موضوع قلة الدعم الحكومي، استضافينا مسؤولين من الزراعة، من الموارد المائية، من التجارة، حتى من وزارة الصحة، من البيطرة وغيرها من هذه التشكيلات التي تخص اليوم الأمن المائي والأمن الغذائي. أيضا التقينا ويا خبراء زراعيين، وصلت مرحلة من المراحل أنه حتى استضافينا ناس من خارج العراق نتكلم أن إذا كانت المشكلة إقليمية أو المشكلة دولية. زرنا مؤتمرات، التقينا مع مسؤولين، كله لموضوع مهم وهو الأمن المائي وبالتالي الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. يعني الدولة اللي ما تزرع، اللي ما عندها كمية جيدة من المياه تحافظ على استقلاليتها وسيادتها، هذه دولة فاشلة. هذه الدولة اليوم تتحكم بيها دول المنبع أو الدول المصدرة. كثير عندنا تعاون مع وزارة الزراعة بالسنوات السابقة، كثير من الأمور اللي حقيقة يخابرونه، ومن ضمنهم اليوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف، الدكتور حميد النايف، اللي كان في بداية البرنامج إذا كان الموضوع إيجابي على موضوع اكتفاء كان أول الحاضرين دائما، بس إذا نعرض مشكلة للفلاح لا يعتذر، لحد ما وصل إلى مرحلة أصلا ما يجاوب على علاقات قناة الأيام الفضائية. هل برنامج أرض السواد أساء لأحد؟ هل فضل جهة معينة على جهة أخرى؟ هل انتقد انتقاد مو موضوعي بحق وزارة الزراعة؟ بالعكس، على حد الحلقة قبل الماضية طلعت فيديو لوزير الزراعة السيد الخفاجي وهو يتنقل بين الحقول وشارك في موضوع الحصاد، وأثنيت على هذا الشيء، وحقيقة خليته نموذج أنه يتعلم منه اليوم المسؤول أو الوزير. نروح إلى وزارة التجارة، بعد ما كنا ننتقدهم بالسنوات السابقة على التسويق السيء والتسويق المضحك، اليوم صار لنا تقريبا أسبوع، الحلقة الميدانية الأخيرة رحنا إلى أحد السايلوات أو الصوامع وكانت في الدورة، شفنا الفلاح يحمد بعمل وزارة التجارة، طلعناها الحلقة كما هي، وكان حقيقة ثناء كبير، وحتى إعلام الوزارة اتصل بينا وشكر. يوم احنا نتكلم واقع، الشخص اللي ما يعترف بخطأه حيبقى شخص فاشل، لأن يعتبر هذا الخطأ هو النجاح. قبل ما أبدي أحضر لهذه الحلقة اللي تخص الأسمدة والمبيدات اللي قبل سنتين كان سعر الطن الواحد منه 350 أو 400 ألف، واليوم وصل في بعض المناطق إلى 1.5 مليون، زاد 3 أضعاف. حضرت حلقة وعدينا تقارير وفيديوهات طبيعي، وكنا يعني اختارينا ضيوف متخصصين بهذا الموضوع. اليوم منو أكثر اليوم حتى خلي المشاهد يعني ونخليهم على موضوع تواصل، اليوم منو أكثر شخص، أكثر من أستاذ طالب الكعبي مدير عام شركة التجهيزات الزراعية، يقدر اليوم يوضح للفلاح سبب ارتفاع الأسمدة؟ منو أكثر من هذا الشخص اللي هو مسؤول مباشر اليوم؟ وأيضا شخص آخر الدكتور فالح الموسوي، نقيب الزراعيين في البصرة، اليوم ليش تطون كلمة بالحضور للبرنامج، أو شلون تطون كلمة انه كالاخ دكتور فالح انه نلتقي وياكم بالسكايب؟ باي حق قبل ساعة لو ساعة ونص ترفضون؟ اليوم اذا انتم قناة اعلامية فضائية
وسويت ويا هذا الموقف. الفلاح الفقير إذا زار مكتبكم وش راح تسوون؟ وبأي طريقة راح تستقبلوه؟ شنو وزن اليوم الفلاح يمكم؟ إذا اليوم قناة فضائية عندك موعد وتجري مباشر تعتذر أنا خارج بغداد أو أنا يعني ما أعرف ليش تطلع كلمة؟ أنت خايف من بعض الأمور السلبية اللي قاعدة تصير بوزارة الزراعة، خايف من مافيات الفساد المنتشرة بموضوع الاستيراد، احكي. احنا اليوم ندع رجال الكنترول خليه يحكون يعني أكثر، خليه أتكلم بعدين أدخل بحلقة اليوم. اليوم خلونا نتكلم بكل واقعية، هل الفلاح العراقي اليوم لو نقارنه بالفلاح دول الجوار، هل الفلاح اليوم مستمر او نقدر نعتبر ان الفلاح ماخذ كل حقوقه؟ هسه اذا نسوي استطلاع على 100 فلاح بالعراق 99% حيقول لا. موضوع المي قلت دول الجوار، والله دولة فلان حرفة النهر، مو هو نهر دقمة احرف رأسا، دولة فلان هي تقول احنا نعطيكم مي بس انتم ما تسوون سدود ودا يروح للبحر. هذا والله هذا موضوع المي. زين موضوع التسويق هذه السنة ما نتكلم عليه، لا نجح بس والله السنة اللخ، السنة الجاي هاي اللخ. اذا صار بي اشكال لا انا الجميع مع احترامي وحبي للاخوة في وزارة التجارة وعملهم وعلى تواصلهم مع ارض السواد، اليوم موضوع المكان الزراعية اللي المصارف الزراعية قاعدة تبيع المكان 150 مليون مو 150 شيء يعني لا 150 مليون وتاخذون يا بأني يقول لك فلاح يقول لي انا اريد اشتري هاي ارضي اخذها اخذها رهن يمك، لا اريد ارض عقار. يعني اليوم هو يملك ارض غير تاخذ ارض. هذا يعني المنهجية السلبية السيئة اللي خلت اليوم الفلاح يحمد حتى أيام الحصار بالتسعينات يقول لك كنا نزرع وكان اكو دعم لأن كان اكو حصار. شنو تريدون حصار؟ حتى اليوم هل عندنا اليوم مقومات؟ اليوم مثلا اليوم دول الجوار احدى الدول مثلا اختلفنا معها سدت حدودها بعد ماكو مياه او ما تنطي مثلا توصل الغذاء السلاح الغذائية بشون شنو الطريقة؟ شنو الطريقة؟ وما شاء الله احنا عايشيها دول الجوار بموضوع الحصار والتسعينات الا دولة واحدة نقدر تهريب حتى مو بصورة رسمية. يعني اليوم احنا اليوم يا بنجي اليوم اني مستضيف مدراء عامين بوزارة الزراعة بمختلف المديريات وتعاملنا طيب معاهم وتعاوننا جدا جميل والله العظيم نتكلم بالإيجابية. واني آسف من كل فلاح واعتذر من المشاهدين في بعض السلبيات، بعض السلبيات اللي دا تصير والله استحي أقولها بالبث الفضائي كقناة فضائية. خاف واحد والله من الخارج يشوفها عيب عيب. اليوم إذا أنت متحدث باسم وزارة الزراعة تغلق تليفونك وصار لك 4 أشهر ما متواصل، الله يخلي المتحدث باسم وزير الزراعة المباشر، الله يخلي يعني الناس هذا دكتور هادي. أما وزارة الموارد المائية فعلاقتنا جيدة معاهم، يعني إذا اليوم ما نطرح السلبيات صدقونا ما راح ننجح وبرنامج أرض السواد راح يستمر ويستمر ويستمر بالنقد البناء الحد ما نشوف العدل صارت المسيرة عدلة وإيجابية. راح لا نتكلم بكل إيجابياتكم، اشتغل زين صورتك تكون زينة للناس. طبعا أحبة المشاهدين اليوم موضوعنا حول ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات اللي صار هم جديد على الفلاح العراقي، ولكن خلونا نشوف هذه المعلومات وراجعين.
بعدنا هذه المعلومات اللي تخص ارتفاع الأسمدة في العراق. الصراحة والواقع أنه الارتفاع اللي دا يصير هو مو فقط بالعراق، هو ارتفاع بورصة عالمية مختصة بالزراعة ارتفعت بسبب الحرب اللي دا تصير في أوكرانيا يعني. ولكن المشكلة اليوم اللي نتحدث عليها واللي حقيقة لاحظناها في حلقاتنا السابقة انه موضوعة الأسمدة بدأ الارتفاع الملحوظ بيها من ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بعد القرار البرلماني التاريخي اللي وصفته بعض الكتل بالتاريخي اللي حقيقة فرحة وصلوا على محمد بوقتها. ارتفاع جدا كبير، مو بالارتفاع الطبيعي مال الدولار. اذا كان قبل ال100 دولار 120 الف والان صار تقريبا 148 الف، ما ارتفع هذا منا ومناك نسبة بسيطة، لا ارتفع بسعر كبير جدا، بدا ب 800 بعدين 900 طخ المليون وعبر المليون. طبعا برنامج ارض السواد مستمر حتى لو ما وصلوا بعض الضيوف وما قدروا يواجهوا سلبيات. طبعا ينضم لنا عبر الهاتف الشيخ حسن التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه. اهلا بك شيخ. اهلا وسهلا، حياكم الله. نرحب بك في برنامج ارض السواد. اهلا وسهلا. الله يخليك. شيخ اليوم موضوعة الاسمده، يعني الصراحه احنا رحنا في الحلقه الاخيره الميدانيه من برنامج ارض السواد لاحدى صوامع العاصمه بغداد. كان الفلاح حقيقه يشكر الجميع حول التسويق الإيجابي والجيد وسرعة استلام الصكوك، ولكن لديه مشكلة ثانية تعادل حجم مشكلة المياه وهو ارتفاع أسعار الأسمدة. شنو السبب؟ نعم صوتك شيء مو واضح إذا أمكن. نعم شيخ حسن، موضوع ارتفاع الأسمدة دي يعني حقيقة الفلاح دي يعاني منه، شنو الأسباب وشنو الحلول اليوم للفلاح؟ ارتفاع الأسمدة اليوم ارتفاع كبير جدا، الداب تخطى 2 مليون للطن. نعم، وهذه سابقة خطيرة جدا لم تحصل حتى في أيام الحصار اللي حصلت على البلد في التسعينات من القرن الماضي. نعم، وهذا السبب هو عدم وجود تخطيط صحيح وسليم. اليوم منعوا الاستيراد، ما عطوا استيراد إلى الشركات ولا المزارعين والفلاحين باستيراد السماد بحجة دخوله بالأعمال الإرهابية. وإحنا اليوم تعرف إن شاء الله الأعمال الإرهابية اليوم البلد والجيش العراقي البطل. نعم، مسيطر على الوضع والوضع الأمني جيد، لكن هنالك جهة واحدة وهذه الجهة هي الوحيدة اللي تجيب الأسمدة وتستورد الأسمدة عفوا ودار حكر عليها. فلذلك اليوم تعرف كل سوق بالعالم هو سوق عملية عرض وطلب. صح. فاليوم عندما يقل العرض ويزيد الطلب راح ترتفع الأسعار بهذا الشكل الغير صحيح. لذلك نحن حقيقة حذرنا من هذا كثيرا، ولكن لا حياة لمن تنال. نعم شيخ، هي يعني اليوم هي صح أزمة عالمية وموضوع يعني ارتفاع أسعار الأسمدة، ولكن احنا لاحظنا ارتفاع الأسمدة لما ارتفع سعر الدولار وارتفع الأسعار بشكل جنوني. لقاءاتك مع وزير الزراعة، هل هناك حلول أفكار اليوم لمساعدة الفلاح؟ وأنت اليوم تمثل صوت الفلاح. نعم بطبيعة الحال، يوم أمس كان اجتماع هيئة رأي في مع وزارة الزراعة واتخذ قرار بعد ما وصلت المبالغ من هذا البرنامج الغذائي، ما أعرف اسمه هيك. نعم. الأمن الغذائي حقيقة وصلت 700 مليار لوزارة الزراعة. خصصت منها 300 مليار لاستيراد الأسمدة، وهذا أعتبره مبلغ لا بأس به لاستيراد السماد. هذا سيسهم في تخفيض الأسعار نوعا ما. نعم. أيضا شيخ يعني اليوم 300 مليار. نعم. بقانون الأمن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان، هل اليوم نعم. سيكون السعر الطن مدعوم؟ يعني تتوقع ايش قد يوصل سعره اذا استثمرت تلك نعم الاموال نعم بشكل صحيح؟ نعم نعم مدعوم اليوم. يعني تقريبا يوصل للفلاح سعر الطن؟ راح تستورد الوزاره وتعطي للفلاحين باسعار مدعومه، لكن هذا سيتم نزوله قليلا. ولكن الحل الوحيد اليوم هو اطلاق يد
المزارعين والفلاحين واصحاب الشركات الحصينه من الاستيراد السماد. احنا ما ممكن اليوم نبقى فقط نتفرج و نعم نرمي باللائمه على سين وصاد. اليوم يجب ان تكون هنالك قرارات واضحه تعالج عمليه شحه السماد وارتفاع الاسعار، لانه اذا نبقى بهذا الشكل الغير صحيح، الكل يعلم ان القطاع الزراعي اليوم سائر نعم بمنحنى خطير جدا، وهذا المنحنى حقيقه سيكلف الحكومه ما لم تحسبه بالشكل الصحيح. اليوم الساسه منشغلين بتشكيل الحكومه وغير نعم. عابهين او غير منتبهين الى ما يحصل القطاع الزراعي اليوم. شيخ حسن هذا ملف القطاع نعم، وهذا القطاع اليوم صحيح. اذا لم يعالج بشكل سريع كما قلت لك ستحصل كارثه صح. انسانيه. نعم شيخ حسن، هذا ملف الاسمده، هل يعاني الفلاح واهل البساتين من موضوع المبيدات نعم. ايضا مرتفعه اسعارها؟ نعم صوتك شيء مو واضح اذا ممكن. ملف الاسمده هذا تكلمنا عليه، الان ملف المبيدات، هل يعاني الفلاح واصحاب البساتين من موضوع المبيدات وارتفاع اسعارها وعدم الرش اليوم؟ احنا مثل ما نعرف انه هو رش حكومي. نفس الشيء اليوم عندك الاسمده وعندك المبيدات وعندك البذور وعندك يعني كلها هي نقله. هو شنو اللي مقدمين اليوم للفلاحين والمزارعين بشكل عام؟ شنو اللي مقدمين؟ ما مقدمين شيء اليوم. اليوم ماكو شيء على ارض الواقع تحس فعلا اكو جهاد تقدمه لك حتى انت تشتغل عليه. ماكو، نفس الحاله هسه انه لو اعطوا اموال لوزاره الزراعه ووعدنا الاخ الوزير خيرا انه سيلجا الى عمليه الاستيراد من شركات حصينه عالميه معروفه بالكفاءه والجوده من اجل توزيعها على الفلاحين. يا اخي هو مو هنا المشكله. يا اخي عندنا مزارعين كبار لديهم القوه والقدره والامكانيه الماديه لمن يروح يستورد. يا اخي طقوا ايده، مثل ما عفيت اليوم المواد الغذائيه وعفيتوا تجار المخضر، واليوم اللي لعبوا ما لعبوا بالفلاحين والمزارعين من دخول من دول الجوار. يا اخي اطلق ايد الفلاحين والمزارعين خليهم يستوردوا. انا اليوم مزارع عندي 30,000 دونم و20,000 دونم و5,000 دونم ألف. انا ممكن اروح اجيب سماد، اجيبه من ايران، من الاردن، من السعوديه، ممكن اجيب مبيدات، ممكن تفرق لي اذا بتشيل من الغضب هذه التعرفه الجمركيه اللي فقط يعني سابقا كان معمول به انه ما يدخل بقطاع الزراعه معفي غريبيا وجمركيا. دول كبار اليوم اقتصاد متين تعفيه، اكو نعم. دول ضعيفه ايضا اقتصاديا تعفيه ما يخص تدخل بالقطاع الزراعي حتى تساعد وتساهم لرفع امكانيه القطاع الزراعي. شيخ حسن قبل الختام، اليوم هل تتقبل النقد اليوم؟ تتقبل النقد شيخ حسن؟ طبعا نتقبل النقد. بالضبط. ليش ما تقبله؟ حبتعد قليلا عن محور حلقتنا لهذا اليوم، ولكن وصلتنا رساله قبل عده ايام من قبل نعم. اصحاب مشاريع الدواجن ولهم نعم. عتب كبير على حضرتك بلقائك نعم. مع وزير الزراعه بعد وصف تظاهرتهم الاخيره امام الوزاره بالتظاهرة الغير منضبطة إلى نعم. آخره. ما أريد أيضا أقول نعم. الكلام اللي صدر اليوم من إعلام وزارة الزراعة، يقول يعني إذا هو المدافع علينا أولا وتكلم علينا بهذه الطريقة أمام الإعلام وأمام وزير الزراعة، من سيدافع على أصحاب الدواجن؟ اسمح لي أولا أقول أن حق كل الحق لهم وإحنا متضامنين معهم، ولكن عندما تخرج بمظاهرة منفردة لشخص يدعي انه رئيس جمعية والنظام والقانون يقول اليوم الجمعية لا تؤسس الا عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية. طيب هذه نقطة. نعم. النقطة الثانية، لا علم لنا بالمظاهرة. يعني سمعنا من شخص اتصل بي هاتفين قال اكو مظاهرة امام وزارة الزراعة. هل يعقل اليوم انت تروح بدون نقابتك؟ اليوم انت صحفي او مقدم برامج منتمي الى نقابه الصحفيين، صح ولا لا؟ نعم. ممكن لك ان تمارس مهنتك اليوم اذا تزاول، اذا ما تكون عندك انتماء الى نقابه الصحفيين. اكيد لازم اكون هناك تواصل يعني. ليش؟ لانه حتى تدافع عنك نقابه الصحفيين. اما اليوم انت ينبري شخص واحد يدعي انه هو رئيس جمعيه الدواجن وما اعرف شنو، انت من وين حتى رئيس جمعيه؟ اذا عندك منظمه مجتمع مدني فما يحق لك اليوم تقول لي المنظمة المجتمع المدني معروف قانونها شنو. هذا اللي اثار حفيظتنا احنا اليوم.
اها يعني اليوم المشكله شيخ حسن اليوم هو عدم وجود تنسيق مع حضراتكم. اسمح لي رجاء، يا اما انتم تكونون منتمين تحت مظله الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه، ومثل ما انا شخصيا اخذت حقوق المزارعين للقمح وايضا حقوق المزارعين للشنب وايضا اخذنا تعويضات والى اخره، يمكن اليوم اني بالطرق اللي اقدر شلون اخذها، اليوم انت رايح الظهر على وزاره الزراعه، ليش هي وزاره الزراعه فاتحه الاستيراد؟ لو هذه غايات الهدف منها بعض الاشخاص حتى ياثرون او ينفذون رغباتهم، يا اخي اليوم احنا نريد نتظاهر، المفروض مجموعه من الاخوان يجون الاتحاد نقعد نتباحث ونقول لهم وين نتظاهر؟ نعم وين نتظاهر على الوزاره؟ الوزاره ما بيدها شيء. اليوم الوزاره نعم. ما مطيه كتاب واحد للشيخ شيخنا طبعا كل الحب والتحيه لك وكل الدعم لك وكل الدعم لكل مطالب اصحاب الدواجن وكل الفلاحين. انا معاهم. الحقيقه ان احنا نفرح بك وان شاء الله يكون التعاون اكبر واكبر مع منتجي الدواجن. انا اليوم مباشر وعقبه راح اعطيك معلومه اذا تسمح لي. نعم. انا وجهت كتاب الى رئيس الوزراء شخصيا وتكلمت معه بهذا الموضوع بالرساله طبعا. نعم. وقلت له انه لابد ان نحل والا فاحنا ما راح نبقى ساكتين على الاطلاق. انا مو معناه حكيت انتقدت بعض الظواهر الغير صحيحه، اليوم كنا خلينا نقول الصح نقول صح والغلط نقول غلط، صح ولا لا؟ فعلا صح. لكن انا مدافع عنهم لان كلهم اخوتي وناسي واهلي. صحيح. هو احنا نريد اليوم السبب مو وزاره الزراعه، خلي يسمعوني كل مربي الدواجن. نعم شيخ، ولكن بثواني لان عندي ضيوف ايضا على الهاتف. نعم، اليوم السبب الرئيسي هو اللي يسمح بدخول منتج البير والدجاج من اقليم كردستان الى المحافظات الوسطى والجنوبيه. كل التحيه لك شيخ حسن التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه على حقيقة توضيح كثير من الأمور اليوم اللي حقيقة نحتاجها. إحدى حلقات برنامج أرض السواد اللي كانت في محافظة صلاح الدين أيضا تكلموا على الارتفاع الكبير، أو عفوا حلقاتنا اللي كانت مع أحد مزارعين ناحية اللطيفية تكلم على موضوع ارتفاع الجنوني بأسعار الأسمدة. خلونا نشوف هذا الفيديو راجع. البزاز اللطيفية من اللطيفية. اي بالضبط. هسه انا قد زرعت حنطة؟ والله زرعت يعني تقريبا مقارب بال100 دونم يعني. بال100 دونم. اي الانتاج شلونه؟ الانتاج بالنسبة للانتاج نص الانتاج مال السنة الماضية. اها. اي نعم. يعني هالسنة الانتاج مو جيد. اي لا مو ذاك اللي ببالك. شنو السبب؟ السبب اول شيء نقص الماده الكيميائي والهذا ما قالت الداب وغيرها. اي هو الماده، لان الزرع ما يصير اذا مو ماده، وخاصه الحنطه. لا هسه العام بالنسبه للعام كان الطن السنه بجريب وصل لجريب المليونين. اي العام ب 600 الف يعني وين الله الفرق؟ اكبر. المساحه تقدر تزرع على ما تريد وتذب الماده انت اللي ببالك. والعام السنه العام الدوله عوضتنا انطتنا كيمياوي. اي هم فادتنا. السنه عطين الدونم 3 كيلوات. السنه يعني 3 كيلوات. هو الدونم ايش قد يحتاج بالحقيقه اذا نريد نسوي انتاج؟ الدونم هسه اني اللي اذا اذب انتاجيه تمام اذب للدونم وزنه عدل. وزنه اذب اني العام اني ذاب يعني اقل شيء 75 بالدونم. ذبت عندي انتاجيه فول نفس المساحه السنه ذبت نص الكميه عدل. رجعنا لكم احبتي المشاهدين وشاهدنا أحد فلاحين ناحية اللطيفية ويتحدث عن زراعة أو ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات بشكل كبير. يعني اليوم يعني خاصة بدأ استخدام
المعتمده بصوره كبيره جدا مع تزايد اعداد سكان الكره الارضيه. يعني قبل، يعني بعض الارقام اللي اليوم اريد اتحدث بها، انه قبل كانت انتاجيه الدونم الواحد، اليوم اذا نستخدم دونم واحد نزرع حنطه في احدى المناطق بدون ما نستخدم مثلا اسمده او عنايه حديثه بهذا الموضوع، تقريبا تكون انتاجيه 250 كيلو 300 كيلو من الحنطه، ممكن بجوده اقل. اما اذا استخدم الاسمده بصوره جيده، بعض الدول توصل الدونم الواحد اذا لها طنين ونص، طنين و800، 3 طنون. يعني احد الفلاحين في محافظه صلاح الدين تقريبا وصل الى طنين وشويه. المعدل الان بالعراق تقريبا 900 كيلو، ايضا الرقم مو جيد. فكل ما ازداد اليوم موضوع الاسمده زاد معاه الانتاج، زادت معاه فرصة الاكتفاء الذاتي. صح هناك مخاطر طبية، مخاطر صحية على حياة المواطن، حتى على الفلاح من استخدام أسمدة كيميائية مو أسمدة عضوية، ولكن مثل ما قلنا اليوم الحاجة تتطلب من عندنا استخدام مثل هذه المواد. وبدأ استخدامات الفلاح تقريبا من نهاية السبعينات والثمانينات وبالتسعين حد الآن، انه عندهم تسميات اليوريا والداب. طبعا معانا الشيخ ضياء الربيعي عضو اتحاد الجمعيات الفلاحيه. اهلا بك شيخ. بارك الله بك استاذ عمر، حياك الله ونعم منك. بارك الله بك. ان شاء الله بخير. وحيا الله ضيفك الكريم وكل المشاهدين ان شاء الله. بارك الله ضيفنا الكريم كان صديقك بالبدايه بالاتصال. منو؟ شيخ حسن. حسن صيف؟ حيا حسن التميمي. والنعم، هذا استاذي وشيخي وشرفي. الله يحفظك. الله يخليك. كنا نشرف بكم كلكم كاتحاد عام جمعيات فلاحيه حقيقه على عملكم المستمر لموضوع خدمه الفلاح. صح احنا ما اليوم نذب لوم عليكم او عتب، لان انتم اليوم مو جهه تنفيذيه، انتم جهه اليوم توصل صوت الفلاح ومطالب الفلاحين. شيخ ضياء تدرب أرض السواد صار لهذه الفترة كلها، وزرنا الكثير من المحافظات والقرى والنواحي، والتقينا مع الفلاحين اللي مشكلتهم الرئيسية موضوع المياه، وتحدثنا به بحلقات كثيرة، ومستمرين باهتمامنا بهذا الملف. ولكن اليوم موضوع المبيدات والأسمدة، شنو اليوم الفلاح العراقي دا يهجر أرضه، دا يريد يترك الزراعة؟ يعني لو ما موضوع ارتفاع سعر الطن وصلتوه ب 850، او بعد جهودكم باقناع وزاره الزراعه ووزاره التجاره بوصول سعر ل 850,000، الحقيقه لو مستمر على السعر القديم كان الفلاح ترك. اليوم شنو الطن مليون ونص، شنو الطن مليون و200، الفلاح منين يجيب؟ استاذ العزيز بارك الله فيك ومشكور. الله يحفظك. بالنسبه للاسمده، يعني المفروض هم اول وحده كان العراق هو يصدر الاسمده. صح. يعني احنا عندنا بتروكيماويات بالبصره، عندنا بيجي، عندنا الفوسفات من القى انواع الفوسفات بعكاشات، فكان المفروض احنا نصدر. مكانوا هسه هاي المليارات المبالغ اللي تطلع عمله صعبه خارج البلاد، المفروض هذا تستثمر في داخل العراق، واولا رصيدها يكون اقوى، واثنين من احسن انواع الاسمده بالعالم هي. صح. فيا حبذا لو ينتبهون لهاي الشغله ويشغلون معاملنا، اولا شغل ايادي عامله، اثنين نفيد بلدنا، عمله صعبه ما تطلع، وبعدين يصير اكتفاء والفلاح يكون ياخذ بالسعر اللي يناسبه. حسب تصريح مصنع للمليونين اصلا مال الداب، يعني هذه شغلات يعني كلها صعبه. نعم شيخ ضياء، حسب تصريح اليوم شركة إنتاج الأسمدة في الجنوبية في البصرة، يقول إحنا صار لهم تقريبا سنة عادوا تشغيل المصنع، يقول وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من اليوريا، هذه المعلومة صح؟ لا والله حاجة إحنا ما شفنا شيء، إحنا هم قالوا صح، إحنا نريد الإنتاج اللي يوصل. يعني اليوم حسب تصريحهم انه بذاك الموسم نطوا لوزارة الزراعة اكثر من 250 الف طن. اي اعرف، لحد الان ما احنا وصل عندنا معلومة انه توزعت على المحافظات او وصلت الى مخازن المحافظات، حتى في ساعة نقول احنا وصلت وتهيئ الفلاح مالنا على الموسم الجاي، بحيث اكو عندنا
كميات تكفي والسعر المعقول، هذا اللي رجعنا. يا ريت شيخ ضياء، سؤالنا الاخير، هل اليوم انتم يعني اليوم انت ايضا كفلاح، انا اعتبرك اليوم انتم كفلاحين، تفضلون انه يعطوكم جايز استيراد ام هي الدوله تجيبها بسعر مدعوم؟ شنو الافضل لكم؟ لا والله لا يعطونا جايز استيراد، احنا كاتحاد جمعيات فلاحيه عندنا استعداد نوفر بالسعر اللي اقل وما يعني ما بي ضرر للفلاح، واحنا ما ناخذ لا عموله ولا غيره، ناخذ خدمه للفلاح نجيبه وبسعر اقل مما هم يجيبوه. طبعا كل التحيه والشكر لك الشيخ ضياء الربيع عضو اتحاد الجمعيات الفلاحيه. انا اشكركم واشكر استاذي الضيف الكريم، ربي يخليك حسن وكل المشاهدين وكلكم البركه ان شاء الله. الله يخليك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا طبعا نفس المشاكل تعاد ولكن بدون حلول. طبعا الفيديو الداخل الجاي اللي راح تشاهدوه هو من اعلام اليوم مصنع الجنوب للأسمدة اللي موجود في محافظة في أقصى محافظة البصرة جنوبيا بالفاو. يعني حسب تصريحات مدير المصنع يقول إحنا من اليوريا طبعا من المواد المهمة للمزارع للأراضي الزراعية بزيادة الإنتاج، يقول إحنا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي باليوريا. أما نسأل اليوم رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يقول لك ما وصل شيء. زين أنا اليوم لما يعني ليش اليوم ردت شخص واحد حكومي من وزارة الزراعة، يعني اليوم من أبو الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يقول ما وصل، مع العلم أنا عندي تصريح هنا أنا يقول لا إحنا نطينا وزارة الزراعة أكثر من 250 ألف طن من اليوريا ليوزعوه للفلاح. أنا أريد أعرف وين تروح، أكيد أكو مشكلة، أكيد أكو خطأ، يجوز هنا أنا صح وهنا أنا صح، بس أكو ناس بالوسط اللي يوصلون هم اللي عندهم اخطاء فنيه، حتى اليوم ما اذبح على غير سبب اخر وهم تاخذوا علي ممكن راس مال، ممكن اخطاء فنيه، ممكن اللور من دي يوصل وقع بشاط، ممكن الطيور اكلت اليوريا نفس ما يوم من الايام اكلت ما ادري الطيور اكلت 7 طنون من الحنطه، هم لو ديناصورات تخليها ما تاكل 7 طنون. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية من الشركات وزارة الصناعة والمعادن، الشركات الاستراتيجية والمهمة المختصة في إنتاج سماد اليوريا. الشركة حققت أعلى إنتاج في عام 2020 وفي عام 2019، وتحولت
بعد أن كانت شركة خاسرة تحولت إلى شركة رابحة بزيادة طاقتها الإنتاجية، وصلنا في العام الماضي أعلى طاقة إنتاجية منذ 2003 ولغاية تاريخه. كانت الطاقة الإنتاجية والتسويقية في العام الماضي بلغت 280 ألف طن، سوقت بالكامل إلى وزارة الزراعة ومن وزارة الزراعة إلى الفلاحين. في العام الماضي وزارة الزراعة اكتفت بإنتاج سماد اليوريا المنتج في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية، وأوقفت استيراد اليوريا باعتبار أنه غطينا كامل الكمية. حاليا التجهيز مستمر إلى وزارة الزراعة. مشاهدين، وينضم إلينا من محافظة البصرة العزيز الدكتور فالح الموسى ونقيب الزراعيين في البصرة. أهلا بك دكتور فالح. أهلا وسهلا. يعني حقيقة كل التحية إليك وإلى كل فلاحين محافظة البصرة العزيزة. اليوم دكتور فالح يمكن لي أول مرة أنت ضيفنا في برنامج أرض السواد. إحنا لبرنامجنا يهتم بدعم الفلاح العراقي، يعني كان اليوم في ودنا انه ندري بيك انت في مكان بعيد، فاتفقنا على موضوع السكايب. نعم. وللاسف يعني ما تحقق هذا الشيء. يعني اليوم يعني احنا نتمنى انه تبذل جهد اكبر واكبر بايصال رسالتكم الى الاعلام. اليوم احنا عتبنا كبير عليكم. عتبك علي؟ نعم. عليكم مباشر. نعم حقنا مو والله انا لا شلون اقول لك، يعني بعد اذا تفيد الحق لك بعد براحتك. لا الحقنا اليوم، اليوم احنا كاعلام احنا على مودكم. ظروف العمل مالتي وين انا اسال. صحيح اليوم احنا من اجل عملكم دكتور. ربي يخليك دكتور. عموما على مود حتى ايضا الفلاح والمشاهد يستفاد من حلقتنا لهذا اليوم، بما انك نقيب الزراعيين في محافظه مهمه جدا وكبيره جدا كمساحه وكسكان مثل محافظه البصره، ما هي الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات؟ سيادنا العزيز، بالنسبة للأسمدة والمبيدات هي الارتفاع السوق ارتفاع عالمي وليس ارتفاع فقط في العراق. بس الارتفاع بدأ ملحوظ لما رفعوا سعر الدولار قبل أزمة روسيا وأوكرانيا. لا لا لا، وطبعا لها جانب من الصحه، بس اكثر شيء هو ارتفاع بالحرب الاوكرانيه الروسيه. نعم. او الروسيه الاوكرانيه مثل ما نقول. نعم. ارتفعت كل اسعار المواد الزراعيه بما فيها الاعلاف. صح. زين اكيد اليوم اي دوله اليوم اي دوله او اي جهه متخصصه بموضوع الزراعه لما ترتفع أسعار عندها أكيد حلول بديلة. شنو الحلول البديلة اليوم؟ الحقيقة لا يوجد حلول بديلة في العراق. حلولنا كلها آنية ونبكي مع الأزمات ونفرح مع انتهاء الأزمة. لا يوجد أي خطة مستقبلية لدى وزارة الزراعة، والذي يقوم به المسؤولين من تصريحات كلها عوائم في شبك، ولا يوجد لديهم أي خطة نحو إنقاذ الفلاح وإنقاذ الزراعة في الوقت الحاضر، وذلك بسبب تحول وزارة الزراعة من وزارة إنتاجية إلى وزارة بحثية. نعم، هل تعتبر اليوم تحول صفة الوزارة واهتمام وأهداف الوزارة هي أحد أسباب تراجع اليوم الدعم للفلاح؟ لا شيء أكيد، ممكن كثير من القنوات أن تفتحها الدولة في مساعدة الفلاح، ولكن الدولة في واد والفلاح في واد آخر. يعني معقولة فلاح يعطي المحصول مالته يظل 4 سنوات لم يستلم الواردات مالته إلا هذه السنة؟ صح. كان إعطاء الأموال للحنطة المسوقة للسائلوات هو بشكل سريع جدا. نعم، بما أنه أهل مكة أدرى بشعابها، هناك تصريح لمدير الشركة العامة للأسمدة الجنوبية في محافظة البصرة محافظتكم العزيزة، يقول احنا غطينا السوق المحلية وصلنا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي باليوريا. ولكن هناك تصريح اخر الان من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، قال ماكو هذا الشيء على ارض الواقع. انا اضم نفسي الى جمعيات الفلاحية. لا يوجد كذا
حالة موجودة اكتفاء ذاتي، ربما هو الأخ يريد يحافظ على منصبه فيقول هذا الكلام، وإلا ما على أرض الواقع لدعم الفلاح. كل التحية والشكر لك دكتورنا على كل هذه المعلومات، ويا رب نتمنى تعاون أكثر وأكثر اليوم خدمة إلى الزراعة وإلى الفلاح. أنا ممنون منك واعتذر لسبب عملي. خلاص بدام تواصلنا يعني بالأخير حتى لو باتصال، خلاص احنا نعتذر من المطاحن. عندك ربي يخليك دكتور، شكرا جزيلا. يعني اليوم حتى نقابة الزراعيين في محافظة البصرة انضمت إلى موضوع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، وأيضا أشكلت على التصريح هذا أنه عندنا اكتفاء ذاتي من اليوري. حقيقة ما أعرف أنه هل حقيقة هذا الشيء، هل يعني موضوع صحيح أنه 250,000؟ أنا حسب علمي أنه الزراعة العراقية من اليوري تحتاج بالسنة الواحدة 230، إذن 250 يعني واصل مرحلة اكتفاء، إذن أكو خلل. هل اليوم الشركة هي تبحث عن الخلل، وزارة الزراعة، جمعيات الفلاحية؟ ولكن جمعيات الفلاحية اليوم ما عندها صفة تنفيذية. اليوم حتى يعني أتمنى من هيئة النزاهة اليوم تدخل بهذا الموضوع. اليوم أنا ما أتهم أحد، ممكن هناك شخص شخصين استغلوا وظائفهم مناصبهم، ما ذكرت أي اسم أحد أو أي صفة حكومية على شخص، كلهم أنظر لهم بحسن النية، ولكن أكو أخطاء. هذه الأخطاء وين قاعدة تصير ما قاعد نعرف. خلينا نشوف هذا الفيديو الأخير وراجعين. الزراعة مكبرتك كفاية. والله الزراعة قهر. ليش؟ والله مثلاً هسه تزرع وتتعب وعيالك تتعب وهذا، وتجي لو يأثر عليها المستورد والسوق مالها، لو ماكو خدمات. هسه مثلا نقول اذا اريد ادفع لها ماده طن الكيمياء ومليونين، اذا اجيب الكيمياء واجيب هاي واجيب. قد كان قبل سنتين الكيمياء؟ كان ما يتجاوز 600، يعني ارتفع ثلاث اضعاف. ما يتجاوز 600، يعني اكثر من 600، يعني هوايه. 750 شفناه هوايه. أيه. اليوم اصبح بهذا الموسم اصبح عندنا مليونين وربع، يعني الاغلبيه بالفلح. ما حط انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي ما حطيته. ليش؟ لان غالي وما قدرت اوفره. اها اي هذا ايش تزرعون هنا انت خاصه ابو محمد؟ والله ازرع بطيخ، طماطم، خيار، كل شيء يعني. نعم. اي رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، وصلنا إلى ختام الحلقة، ولكن أطلب للمخرج 30 ثانية مو أكثر. اليوم أنا رسالتي لكل مسؤول حكومي ينطي كلمة لأي برنامج بأي قناة فضائية، مو فقط برنامجي لا، أو برامج قناة الأيام لا، بأي قناة فضائية اليوم كبرنامج أرض السواد أيضا أتحدث بشكل خاص، هل توقفت الحلقة بعدم وجود ضيف بالاستوديو؟ لا، استمرينا والحكي كان أكبر وأكثر، ولكن للأسف أنت يا مسؤول خسرت فرصة الدفاع عن نفسك، وممكن أنت صحيح، ولكن خسرت هذه الفرصة اللي وفرتها قناة الأيام الفضائية وبرنامج أرض السواد. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بحلقات أخرى تدعم الفلاح العراقي وتتكلم عن السلبيات المستمرة في الكثير من الجهات الحكومية. إلى اللقاء.